صباح الخير اعزائي المشاهدين متابعين برنامجنا عبر اليوتيوب الكابتن احمد مجاهد للتدريب المنزلي. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. نحب نقول لكم ان تمارين النهارده هي هتتمرن عن تمارين فيتنس. تمرين فيتنس بيحرق حوالي 1000 سعر حراري في اليوم اذا اتلعب بالمعدلات اللي احنا هنقول عليها دي، وهو بسيط جدا بالنسبه للناس اللي هي ما عندهاش استبات في البيت. ممكن يستخدم عتبه منزل زي كده تبقى اعلى درجه بالشكل ده كده بالظبط. نعمل عليها مجموعة من التمارين مكثفة هتحرق معاك يوميا 1000 سعر حراري وبتساعد على التخسيس. تعالوا مع بعض نشوف التمرين هيبقى ازاي. أول حاجة خالص هناخدها للمبتدئين والناس اللي وزنهم زايد إن هو يراعي البطء في التمرين ثم زيادته تدريجيا. نشوف مع بعض بالظبط. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، وده طبعا ممكن ان انت تعمله لمده دقيقه متكامله. واحد اثنين واحد اثنين، نزود السرعه شويه. اثنين واحد اثنين واحد اثنين بالشكل ده. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. بعد ما ننتهي من التمرين دوت هنلعبه بشكل تاني مختلف، بس اصحاب الاوزان الثقيله واحده واحده على نفسيهم عشان ما يعملش لنفسه اي اصابات بالنسبه لعضلات الركبه. هيبقى بالشكل ده. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. تمرين تاني بيتلعب للجانبي بحيث ان هو بيشتغل على عضله الضمه وفي نفس الوقت على عضله الهيبس. يبقى بالشكل ده، بتبقى في زاويه جانبيه للستيب وبتبقى حركتك بالشكل ده. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. خلص طبعا الدوره الشمال بتشتغل على الجزء اليمين بالشكل ده. دقيقة 5 دقائق يوميا يخلصوك من 1000 سعر حراري جوه جسمك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه واشكركم لحسن استماعكم. شكرا.